أما هلأ رح نروح لفقرة كتير بتهم الصبايا والشباب، الفقرة الرياضية. أنا أحب أقول البوظة بابتي ما بترياضة. بدك بوظة؟ نرجع ناخدك على الحميدية نطعمك بوظة هلأ بعد الحلقة. للرياضة، شو رأيك بالرياضة رشا؟ هلا أكيد حلوة، وأنا بحسب ما فيكي تاكلي بوظة إذا بدك تلعبي رياضة. هلا يعني طالما في رياضة أنت عم تحرقي ففيكي تاكلي، هي فيكي تاكلي بس على الخفيف. هلا هي حلوة بشكل عام، وأنا عن جد ليلى بحسب كل حدا اليوم عنده هذا الوقت وعنده هاي الطاقة لحتى يضل يعني تابع بقصة الرياضة. تماما، تعتبر الرياضة واحدة من أهم العادات الصحية اللي بتتمارس بشكل يومي، وكثير من الأشخاص ما بيقدروا يمرقوا يومهم بلا ممارسة رياضة، والرياضة لها كثير فوائد، مو مثل ما بيعتقدوا بعض الأشخاص إنه فقط لإنقاص الوزن أو لبناء العضلات، على العكس تماما، الرياضة كثير بتساعد على مكافحة العديد من الأمراض، وبتساعد على تحسين أو تعديل المزاج وتفريغ الطاقة السلبية من الجسم. هي أهم شيء اليوم، نحن بحاجة يعني اليوم إذا بدنا نقول الرياضة، في ناس بتعتبرها اليوم من الرفاهية، اللي بدها تقول لك إنه اليوم أنا ضمن الظروف اللي عم نعيشها وضمن الضغط، اليوم أنا ما عندي هذا الوقت أو ما عندي هذا البال والنفس حتى أنزل أعمل رياضة، ولكن اليوم كتير ضروري، خلينا مثل ما قلنا لتفريغ الطاقة، تحسين المزاج، تجديد هيك شوية حيوية بأجسامنا. يعني اليوم ضمن هذا الصيف وضمن الأجواء الحارة جدا، أكيد اليوم في ممكن بعض الألعاب لازم نروح عليها، وبعض خلينا نقول الألعاب نبتعد تماما عنها. يعني رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، وضيفتنا لليوم هي الكوتش نسرين العبد. يسعد صباحك كوتش، وأهلا وسهلا. يسعد صباحك. رياضة؟ صباح تحب رياضة؟ أكيد عشقت بالنسبة لي كثير الرياضة. يعني كوتش خلينا نحكي شوي بداية، نحن هلا بفصل الصيف، كثير من الأشخاص بحبوا ممارسة الرياضة بشكل يومي، وإلى كثير أنواع، في منهم بيحبوا رياضة المشي، في الأيروبيك، وكثير أنواع. خلينا نحكي عن ممارسات الرياضة، أو شو هي الرياضات هلا بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أو شو الأوقات المناسبة؟ هلا الرياضه ما لها وقت معين، فيك تلعبيها الصبح، فيك تلعبيها المساء، فيك تلعبي الظهر، ما لها وقت معين. بس طبعا هلا يعني بحكم الشوب والكثير، فالناس اغلبها بتفضل فتره المساء، مع انه انا بفضل كثير الرياضه الصباحيه، طبعا بتكون في نشاط اكثر بالجسم. تمام. يعني تمام، ف يعني الرياضه ما لها وقت معين. وبالنسبه للصيف والرياضه بالصيف، هلا اغلب الناس بتتجه للسباحه بالصيف، يعني تفريغ شوب وطاقه وكذا، بس هي تسليه وتعبايه وقت وفائده. في حتى اللي ملتزمين بالجيم مثلا بتلاقي انه تركوا يوم فراغ بيروحوا فيه على السباحه، وهي السباحه بحد ذاتها رياضه يعني. بس هاي لا غنى طبعا عن التمارين الايروبيك، تمارين الحديد اللي طبعا بتكوني ملتزمه فيها باقي الايام. هي كمان بترجع حسب وقت الشخص ايمت فيه. تمام، يعني هلا في عندك كثير ناس موظفه، ما طالبات جامعه مثلا، ما بيقدروا يلتزموا بالتمرين مثلا الصبح، فاكيد في كفائده. يعني خلينا في ناس بتقول لك انه الرياضه المسائيه بتفيد اكثر حتى بانقاص الوزن، خلينا نقول، وكطاقه، وناس بتقول لك لا الصباحيه هي اللي فيها فائده. لا بالعكس، الاثنين فيهم فائده، الاثنين فيهم يعني فيها بتعمل انقاص بالوزن، ما لها علاقه ابدا الوقت، بس هو الافضل للجسم يكون بكامل نشاطه. اي بكامل نشاطه هي الرياضه الصباحيه. بس اللي ما بيقدر واللي عنده التزامات بفتره الصباح ما في مشكله ابدا، بفتره المساء كمان فيها فائده. يعني احيانا انا عندي كم هائل بالفتره المسائيه اكثر من الصباح، الصباحي اغلبها ستات بليون انه ما عندهم شيء، بس المساء اللي ملتزمه ما بتقدر تروح غير المساء، ما عندي مشكله ابدا. تمام. كمان فيها فائده وبتلاقي نتيجه، بس هو اهم شيء الالتزام. يعني كان الصبح او المساء، اهم شيء انك انت تلتزمي بالتمرين، تلتزمي بالغذاء، فانت رح تلاقي النتيجه، مو مهم ابدا الوقت. تمام. طيب كوتش خلينا نركز على موضوع فوائد الرياضه. نحن بنعرف الفوائد الجسديه لها، ولكن ضمن الظروف اللي عم نعيشها اليوم كمان هي لها حصه بحياتنا ونتائجها جدا ايجابيه، فهيك اليوم كمان كل حدا عم يشوفنا يعني يعرف انه اليوم نحن الهدف من هي الفقره هي خلينا نقول الفوائد الروحيه. صح، هلا هي تفريغ طاقه بشكل عام. يعني انا احيانا كنت اقول له للاعبات، انا بحس للجيم انه هو مشفى امراض نفسيه. تماما انه بتجي مثلا سيده عندها كثير مثلا مضغوطه من البيت من الاولاد، فبتجي مثلا بتحكي سيري من هون، حديث من هون، بتلعب بتفرغ طاقه، فبترجع على البيت اكيد مرتاحه رايقه. ايه، وبشكل عام يعني هي الرياضه من فوائدها هي طبعا تحسين المزاج. تحسين المزاج والطاقه السلبيه اكيد، يعني انه بتحسي حالك اريح احسن.
يمكن احيانا بتحسي انه انت اسيره لبعض الافكار السلبيه، او انت اليوم ما عندك قادره تركزي بالشيء، او ما عندك حلول لشيء. يمكن هاي القصه كمان فينا نعتبر مثل اليه بتنظيف اجسامنا، يعني تمام. حتى تمام. نرجع ننطلق من اول يعني جديد. هي لما بتكوني انت عم تلعبي رياضه خلص نسيتي، كبي كل شيء برا وفوتي العبي، فرغي طاقه، يعني حبي حالك من الاخر. انت جوا النادي انت حابه حالك، حابه جسمك، حابه تكوني احسن اريح، فانت بتطلعي حتميها من طالعه من مكان انت فرغه كل شيء عندك طاقه جوا وطالعه شو ما صار خلص انا فرغت الشيء اللي كان زعجني جوا. قديش كمان لها فوائد صحيه؟ يعني في ناس بيعانوا من امراض بيلجأوا كمان لبعض الرياضات طبعاً. لحتى تساعدهم بالتخفيف، خلينا نحكي شوي عن هذا. هلا اغلب الامراض ان كانت عصبيه او عظميه بتقول لك انه العب رياضه، اي دكتور بتروح لعنده بيقول لك العب رياضه، يعني الرياضه هي اساس للعلاج. يعني اغلب السيدات بتجي لعندي مثلا مع ديسك، مع انقراص فقرات، مع مثلا مشاكل التهاب مفاصل، التهاب مفاصل، مع مشاكل مثلا بالتنفس، حتى التنفس كثير، يعني الرياضه بتنظم التنفس. فكتير هي يعني كثير بتعطي يعني شيء منيح بالنسبه للامراض. يعني السيده ما بيكون عندها مثلا ديسك تجي انه انا مثلا ما عندي سكن، ما يعني خايفه اني العب، بس مو كل التمارين فيها هي لا طبعا اكيد مو كلها، بس هلا اغلب اللي معاهم ديسك هو المشي احسن شيء، المشي بتلعب شوي على جهاز المشي، حتى تمارين فيها تلعب بس بشكل يعني يكون خفيف، ما تقسي على حالها بالتمرين. حتى مثلا اذا حبيت تتجه للحديد بتلعب بس طبعا اوزان خفيفه، ما بتلعب اوزان ثقيله طبعا عشان ما تاذي حالها تكون بشيء وتصير بشيء ثاني، بس ابدا ما بيمنع انه هي تلعب الرياضه اللي بدها، بس طبعا في حركات معينه لازم اشراف الكوتش. اي طبعا اكيد طبعاً. قد اليوم الكوتش عنده مسؤوليه، يعني خلال هو مرشد نفسي ومرشد جسدي، يعني واليوم مفروض يكون الكوتش الرياضه عنده مؤهلات، يعني مو انا اعمل كورس كم شهر وصير كوتش رياضه وافتح نادي، يعني صرنا نشوف هاي القصه كثير. يعني اليوم شو اهم المؤهلات المفروض تكون عند الكوتش؟ هلا اهم شيء الخبره. يعني هلا انا فيني بروح بعمل دوره شغلة أسبوع أخذ شهادة وخلاص، وهدول كتير صايرين منتشرين بشكل كتير كبير، إنه ما بقى هي الشهادة مقياس أبدا، لأنه أي حدا بيروح بيعمل دورة هي كلها مدتها أسبوع، أخذت شهادة وخلاص. طيب والخبرة وين؟ طب أنا فيني مثلا شهادتي بشتغل بأي نادي بس أنا ما عندي خبرة، حتما اللاعب أنا رح أذي. يعني أنا إذا ما كنت بعرف يعني الأخطاء الطبية طبعا اللي بتصير تمام. بقلب النادي طبعا كتير أحيانا بصير معك إصابات بقلب التمرين، لازم يكون عندك فكرة عن هي ما بقى مشكلة إنه أنا بعرف درب أو لا، إنه أنا بعرف درب بس أنا صارت معي حادثة أو صار إجاني مثلا شخص إنه ما إنه طبيعي، يعني مثلا عنده إصابة وحابب يعمل مثل المعالجة الفيزيائية، أنا ما بدي أعرف دربه أكيد ما رح يكون عندي خبرة بهذا الموضوع. إذا ما كان في خبرة حتما هو المدرب فاشل. تمام. بالنسبة للإصابات يعني حتى لو كانت خفيفة أحيانا بتجيكي مثلا لاعبة جاي من دوامه وحابة تلعب تفرغ طاقة أي شيء، تجي بتدوخ بقلب التمرين، طب أنا كيف بدي أتعامل معها إذا أنا ما كنت بعرف؟ تمام. إذا أنا ما كان عندي خبرة. الشهادة أبدا ما بقى مقياس، يعني أي حدا في طبعا اليوم. أكيد طبعا، يعني الخبرة هي رح تكون سنوات، مو يوم ولا اثنين ولا حتى شهر شهرين، أكيد هي رح تكون على مدى طويل. بس لازم اللاعبة وقت بدها تجي على النادي عندها أي مشكلة صحية لازم تخبر الكوتش حتى هي تعرف إنه شو الممنوع وشو تمام. هلا هي أول ما بتفوت السيدة أكيد بنسألها إذا عندها مشاكل صحية، هي لحالها رح تحكي إنه أنا عندي كذا كذا مشان يعني التمارين ما تلعب. بس مثلا عندك مثل هبوط السكر اللي بيصير بقلب التمرين، هلا التمارين بتكون عالية الشدة فهي شيء طبيعي يصير عندها هبوط سكر أو ضغط أو ضغط، مثلا هبوط ضغط هذا بيحصل يعني أغلب الأحيان هو ما نمر هو ما هو يعني شيء موجود بالجسم، حاله عرضيه بتصير بالتمرين بسبب الشوب مثلا، بسبب انه هي ما لها اكله، بسبب انه هي نزل مع السكر الطبيعي اللي بيكون موجود بالجسم، فهي الحاله ما لها مرضيه ابدا. تمام. خلينا نوضح شوي هي النقطه. في كثير اشخاص هلا وقت بيكون في لانقاص الوزن بيروحوا مثلا على النادي هنن مو اكلين، هو هذا الشرط الاساسي اذا لانقاص الوزن وقت اللي عم تدوخ او بيصير معه قصص وما في عندها هي الامراض اللي ذكرتيها، هون بيكون من شو؟
هلا هي ما بصير تجي قبل ما تكون عاكل، حتى لو عم تعمل ريجيم مثلا بصير انها تاكل؟ اي طبعا طبعا بصير، هي لازم تاكل قبل التمرين اقل شيء ساعه ساعه ونص تكون عندها وجبه، لانه يعني اي نظام غذائي هو يعني مبني على خمس وجبات رئيسيه موجوده بقلب النهار، ولو انه كميات قليله طبعا، فما بصير انها تعمل هي جهد وما انا اخذي يعني شيء عوض لها جسمها عن هذا الجهد، فطبيعي رح يصير عندها هاي الدوخ. هلا نحن لما بتجيني هيك سيدي مثلا، فانا بضطر اني مثلا نيمها على الارض، ارفع لها رجليها شوي حتى يرجع يتوازن جسمها، بعطيها شويه سكر لانه هي رح تحس باعراض انه دوخه ولعيت نفس وبيرجف العضلات من جوا، فهي ما بتعرف انه ليش انا هيك صار فيها، طبعا هذا انه نزل السكر معها. فانا يعني اسرع حل عندي اني انا اعطيها شويه سكر نعم يعني متصدع، بس هذا ابدا انه ما له حل، انه خلص انا دائما بنصح اللاعبين انه انت اجيتي على التمرين يفضل انك تكوني حتى لو انه اجيتي تمرين صباحي في عندك وجبه فطور، ما فيك بتفطري، هلا اغلبهم بيقولوا لي ما بحب افطر، كلي موزي كلي دايجستيف بسكوت دايجستيف اي شيء خفيف ايه طبعا تفاحه اي شيء، المهم انك ما تجي على معده فاضيه ابدا. بدي نشكرك كوتش نسرين لحضورك اليوم، وشكرا لكل المعلومات اللي ذكرتيها، واكيد بالصحه والسلامه للجميع.